النهارده معانا قمر المهرجان كله. ناني ازيك يا ناني؟ عامل ايه؟ مش هلف. لا مش هلف. ليه ده السلابوتا النهارده ايه؟ شفتي بقى؟ هاي سيد بونسوار، سافا؟ بونسوار يا نانيت، اخبارك ايه؟ وحشاني. ميرسي. ايه النهارده كنت ايه؟ النهارده عامله شغل حلو قوي على الريكورد. ثانك يو، ميرسي. كنت عامله شغل حلو قوي على الستيتش. ثانك يو. ايه جيتي للبنان امتى؟ يعني من كام يوم. كام يوم؟ سافرت تاني؟ يلا، روح معايا. سلابوتا احمد، بص احمد مش هخلي حد يعدي. ده احلى حاجه، احلى حاجه ان احمد واقف ما بيخليش حد يعدي. احمد لو معايا في كل اللقاءات يا معايا بس برنس. لا لو حد عايز يتصور ياخد اذن من احمد. والله احمد برنس، خايفين منه. اخبارك ايه يا نانيت؟ انا جود. الاوتفيت بقى بتاع من بيروت. شعراتي. شعراتي مين بقى؟ سالون الفريد. الفريد عند مينا. ميك اب. ميك اب ما راح اقول لك مين. انا عملت ميك اب حلو بجد. انا عملت ميك اب النهارده. انا عملت. يس. صور لي التكريم على شفني. التكريم ده حلو. انا بحب لون الجولد. تحس ان انت ملكه. انا ملكه. انت ملكه. تعالي يا ميم. تعالي يا ميم. تعالي. هاي مبروك يا نانيتا. ايه الفستان ده منين برضه؟ اوعي تقولي من بيروت. يعني تروحي بيروت. جبت لها الفستان. امال ايه؟ بجد؟ مكانة مطعم. والشعر برضه من بيروت؟ كله من بيروت. لا لا الشعر الفريد. الفريد برضه. كل حاجة مع بعض. أكيد طبعا. كل حاجة مع بعض. حتى الانترفيو. انترفيو؟ بصي هي بتلف. شفتي؟ قمر. هي أكيد قمر. شو دايما تبقي مستعجله قوي يعني. شفتي احمد صادق مستعجله؟ انا اهم حاجه هم مش انت. دايما تبقي مستعجله كده. ايه؟ بقول لك دايما تبقي مستعجله. لا انا دايما متاخره. بس انا سامع ان انت بتعملي كليب. عملته. عملتيه خلاص؟ ده اللي انت قلت لي عليه. وعملته بصور تاني. انا بنت مزه شديده قوي، حاجه على المظبوط. انا عارفه نفسي كويس قوي، انا جامده موت. وسيد واقف في وشي وبيغير مني موت. ميمو خدي هو في حاجات تانية بس الرقابة. والله الرقابة. اهدى يا عم، خلينا نشوف شغلنا يا عم. شكرا يا نانيتا. شكرا. شكرا يا قمر. شكرا. ناني ايه الكاميرا ده؟ ايه اللي طالع في الكاميرا ده؟ ايه هنعمل؟ في حاجات طلعت جامده قوي في الكاميرا. السمنة من الحليب الطبيعي ما في مواد حافظه. ايه القمر ده؟ كل ده مصريين. خلي بالك انتوا مصريين. ايه ده؟ ده انا نسيت اقفل الكاميرا.